مات الأب الطيب، رحل عبد الوارث عسر بعد 88 عام و86 فيلم وصراع طويل مع مرض السرطان. كان عبد الوارث عسر أبو السينما العربية، كان بملامحه الريفية المميزة يمثل حضورا رائعا سواء كان على خشبة المسرح أو على الشاشة. كان صوته وطريقته في الأداء لا تخطئها أذن. كان ممثلا عظيما وأستاذا عظيما أيضا، تخرجت على يديه أجيال من الممثلين في الوطن العربي. نال 7 جوائز في الفن التمثيلي، ونال أكثر من جائزة في كتابة القصة والسيناريو. ولد عبد الوارث عسر في 17 سبتمبر عام 1894. بدأ حياته الفنية في سن 20 من عمره. لم يكن فنانا عاديا، ولكن كانت له خلفية ثقافية واسعة امتازت بغزارة القراءة، خاصة في التاريخ والتاريخ العربي الإسلامي. له خبرة كبيرة في كل مجالات فن التمثيل والإلقاء. نشر أول مؤلف عربي عن فن الإلقاء، وهو المرجع الأساسي الآن في جميع المعاهد الفنية. عبد الوارث عسر شخصية ثرية، لم يكن أبا على الشاشة فقط، ولكنه كان طاقة إنسانية متدفقة يمد يده بالرعاية والمساعدة لكل الذين يعرفونه. من أشهر أفلامه فيلم شباب امرأة، الذي مثل فيه دورا جديدا عليه، دور الرجل الطيب الذي تحطمه امرأة، وقد نال عن هذا الدور جائزة الدولة للتمثيل. وقد كتب عبد الوارث عسر للسينما العديد من سيناريوهات الأفلام الدينية، مثل بلال مؤذن الرسول وفيلم فجر الإسلام الذي أخرجه صلاح أبو سيف. عسر عبد الوارث عسر كل أجيال الممثلين العظام أمثال جورج أبيض والريحاني والكسار، وامتد به العمر حتى شاهد أكثر من جيل فني ساهم هو أيضا في خلقه. رحم الله عبد الوارث عسر، فالفنانون العظام لا يموتون ولا يغيبون عن الذاكرة أبدا. ما انتش عاوز تغسل وشك تغسل ايديك حاجة يعني؟ عاوز اكل. اسعفينا بالاكل يا فردوس. حاجة ايه؟ انت واخد بالك من الشمعدانين دول؟ اصل دول انا بعتز بيهم قوي، دول بيفكروني بشبابي، اصلهم هدية من واحد كان عزيز علي قوي الله يرحمه، الحاج عبد الواحد، كان راجل من الصالحين وربنا اعطاه المال والجاه ويستاهل. صحيح في الحقيقة يعني مش مطرحهم ده في البيت المتواضع الغلبان ده، لان دول ايه؟ دول فضة تركي خالصة، فضة صب. كل دول فضة؟ ده الريال الفضة دي كده يطلعوا كام ريال دولة؟ انما سيدنا الشيخ، ازاي تجيب واحد من الشارع ما تعرفوش وتدخله بيتك؟ شوف يا ابني، اللي يخاف من الله ما يخافش من المخلوق ابدا. مش جايز عامل عامله قاتل قتيل خارج من السجن؟ سجن؟ مفيش سجن يا ابني غير سجن الجسد لما يطبق على الروح بنزواته وشهواته، اهي كده تبقى الروح مسجونه. لكن ما دام الروح منطلقه بنور الله مفيش سجن يحوزها ابدا ولو قفلوا عليها 100 باب. ما هات الطشتو لبريا فردوس علشان يغسل ايده. يا آه.
سلام، ده الواحد كان جعان بشكل. بالهنا والشفا يا ابني، انت باين عليك انك اتعذبت كتير، ربنا ابتلاك بيمتحنك. اوي اوي يا سيدنا الشيخ، اتعذبت كتير اوي. الله، على فين؟ اشوف لي حتة ابت فيها. لا اله الا الله، بقى تبقى في بيت وعاوز تدور على حتة تبت فيها؟ تعال يا ابني، تعال تعال معايا. اتفضل يا ابني تعال. او انت تنام هنا اوضتك اهي، والبيت بيتك. ان عزت اي حاجه بالليل نادي علي، قول يا عبد الغفار تلقاني عندك. تصبح على خير يا ابني. أرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. صباح الخير يا عم الشيخ. صدق الله العظيم، صباح الخير يا بنتي. أحضر لك الفطار؟ أيوة، بس صحي ضيفنا قبل علشان نفطر سوا. حاضر. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. أشهد أن محمدا رسول الله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراطه. الرجل اختفى يا عم الشيخ، والشمعدلين صدى مش موجودين، سرقهم. استغفر الله العظيم، ما تظلمتش يا بنتي، يمكن انتي شلتيهم هنا ولا هنا.